مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. خلاف إيمو ونورمان لساته متواصل مع الأسف، فشفنا هجوم كتير كبير من طرف المتابعين على إيمو من بعد ما شارك التسجيل الصوتي لقمر مار قبل أيام، فرجع شارك فيديو على يوتيوب واعتذر منها وكشف بعض الحقائق، واللي من بينها نهاية صداقتهم هي اللي كانت سبب الرئيسي لتفكك الفريق. أصدرت امبارحة الأغنية الرسمية لفيلم 1-2-3 أكشن بعنوان هذا طريق كفاح اللي كانت من أداء دايلر. أما أصالة فرجعت تتفاعل على إنستغرام مع المتابعين، فعملت فقرة أسئلة وأجوبة وسئلت عن موعد نزول فيديو كليب أغنيتها الجديدة، وعلقت أصالة بي قريبا جدا. أما أنس وبيسان فشاركوا ستوريهات وهم زعلانين جدا بسبب تبنيد حساب أنس الشايب على إنستغرام وتلقي حساب بيسان إبلاغين، فإذا تلقت الإبلاغ الثالث رح يتبند حسابها مثل ما تبند حساب أنس الشايب. مرحبا حبايب، كيف حالكم؟ شو الأخبار حبايبنا؟ بدنا نحكي لكم إشي، في كثير إشي من جواتنا بوجهنا ومزعلنا. ليش؟ لأنه حبايب إحنا الحمد لله رب العالمين نيتنا صافية وأخوية من جوا، وبنرفع راسنا فيكم وبنعرف جمهورنا بضرنا وبحبنا ومعنا على الموت. بس حبايبي في مواضيع كثير بتضايق، حسب الله ونعمل وكيل في مولاد الحرام. حبايبي والله قاعدين بنصور ومبسوطين، اللي جاني خبر حساب الانستغرام تسكر تهكر، ما بعرف شو صار فيه. وكمان صحيت بيسان عليها مخالفتين، وكمان مخالفة بتطير اجاها كمان مخالفة امبارح. فحبايبي ما بعرف، حسب الله ونعمل وكيل في مولاد الحرام. ايه رايك حبايبي؟ إن شاء الله اليوم في فيديو رح نحكي فيه كل إشي جواتنا. فهذا جاء بعد فيديو مقلب الخطوبة اللي اكتشفنا من خلاله سر خاتم خطوبة بيسان، حيث كان مجرد فقط مقلب بأنس. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.